أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث لغاية الصف السادس جريد 3 لغاية جريد 6، وكمان مدارس الانترناشونال بعض المدارس التزمت برضو هتعمل أبحاث في العربي وفي الساينس أو في الدراسات زينا برضو. دلوقتي هنقدم مثال حي، أنا اعتبرت نفسي طالب وعايز أعمل بحث عن الطاقة، فأنا عملت إيه؟ قلت طب انا هتفرج عن فيلم عن الطاقة، عايز اعرف يعني ايه طاقة، انا مش عارف يعني ايه طاقة. فبمنتهى البساطة دخلت على اليوتيوب وكتبت كلمة الطاقة، طلع لي الفيديو الجميل اللي انتوا شايفين قدامكم دوت. يبقى انا دخلت على اليوتيوب، انا مش عايز حاجة مكتوبة، انا عايز حاجة كأني طلعت رحلة لمصنع، كأني رحت رحلة لمكان مفيش حد هيقول لي خد ورقة، لا، ولا ادي البامفلت بتاع المكان، لا، انا اللي هكون بتفكير انا لما اروح من الرحله دي وارجع امسك ورقه وقلم وابتدي اقول لنفسي انا شفت ايه، اتعلمت ايه، قالوا لي ايه، احكي لبابا، احكي لماما، احكي لاخواتي. تعالوا نشوف مع بعض هنتعامل ازاي. طاقة حتى تتحرك وهتعد. ليس لدي طاقة، لم يعد لدي القدرة على القيام بأي عمل. أنت على حق، الطاقة هي القدرة على القيام بالعمل. يبقى أنا الله، ده ادي هو حصل حوار بين واحد ولد وبنت، اتنين اخوات او اتنين زمايل في نفس المدرسة، فبيقول لها انا تعبت ما عنديش طاقة، فبدأت هي تقول له يعني ايه كلمة طاقة. يبقى دي اول حاجة انا بدأت اقول يعني ايه طاقة، فانا عرفت قالت لي المعنى بتاع الطاقة. طب تعالوا برضو نكمل. وهل تستخدم السيارات الطاقة أيضا؟ بالطبع، تستخدم السيارات الوقود كمصدر للطاقة. الطاقة في الوقود هي ما يجعل السيارات تتحرك. كل الأشياء تحتاج إلى طاقة حتى تتحرك. الله، إيه ده يا مستر؟ ده الطاقة؟ بقى الإنسان محتاج يبقى عنده طاقة عشان يقدر يتحرك، ودي كمان جابت آلة ازاي محتاجة طاقة وايه الطاقة اللي هي محتاجاها علشان تشتغل. تعالوا برضو نكمل. انا كل شوية بتفرج على دقيقة واعمل ستوب واقول لنفسي انا فهمت ايه. تعالوا نكمل. وهل يمكننا تخزين الطاقة؟ نعم، يمكننا تخزين الطاقة. للسيارة مثلا خزان نملأه بالوقود. هيا نتعرف الآن على أنواع مختلفة من الطاقة. يبقى أنا أهو في الدقيقة اللي فاتت اتعلمت يعني إيه طاقة. طب والطاقة دي أنواع؟ أيوة. طب إزاي؟ والطاقة دي بتساعدني على إيه؟ أنا مش عايز أجاوب، أنا عايزك أنت اللي تطلع الكلام. أنا خدت بالي أول ما شغلت الفيديو اتعلمت يعني إيه الطاقة وهتفيدني بإيه الطاقة، والطاقة فيه للبشر وفيه للآلات، وإزاي دلوقتي هنتعرف على مصادر الطاقة. تعال نبص. يمنحنا هذا المصباح الضوء؟ نعم، مستخدماً الطاقة الكهربائية. هذه النار تعطي الكثير من الحرارة. نعم، وتسمى الطاقة الحرارية. وما نوع هذه الطاقة؟ إنها الطاقة العضلية. الجو حار جدا هنا. الشمس هي سبب الجو الحار، والطاقة الصادرة منها تسمى الطاقة الشمسية. وهذه طاقة المياه، وهي تستطيع تحريك الأشياء وتسمى الطاقة
الكهرومائية. واو، انظري إلى طاحونة الهواء كيف تتحرك. تتحرك طاحونة الهواء بسبب طاقة الرياح. أحسنتم. أحسنتم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الله، يبقى أنا دلوقتي هو كأن المستر شرح لي درس، أو طلعت رحلة لأماكن في مصانع في الصحراء، وبدأت أتعرف على أنواع الطاقة، مصادر الطاقة. تخيل بقى اللي انت سمعته دوت في الفيديو الجميل ده، انت بقى هتصيغه بدماغك انت، مش لازم اكتب باللغة العربية الفصحى، اكتب بس واحدة واحدة. يبقى احنا عرفنا يعني ايه طاقة، والطاقة متمثلة في ايه، وايه هي مصادر الطاقة. تخيل من الفيديو ده انا اقدر اعمل ده اللي اسمه بقى بحث، اللي انا فهمته اسجله، ونقول كده يبقى كنت عنوان البحث الطاقة، المصدر انا جبته من اليوتيوب، يبقى دي المرجع، وابتدي اكتب النقط. تعريف الطاقة، ادي ده نقطة، مصادر الطاقة، ادي نقطة، او انواع الطاقة، ادي نقطة. هو ده موضوع يعني ايه بحث. بناء عليه انت لو قدرت كل يوم كل يوم اتفرج على فيديو 5 دقايق واكتب اللي فهمته. تخيل بقى لو كل يوم بكون لي 3-4 جمل، يبقى على مدار اخر الاسبوع هيبقى معايا ما شاء الله اكتر من 20 جملة. لو انا مشترك في جروب وكلنا بنعمل كده، كل واحد بمفهومه، يبقى زميلي هيجيب 20 جملة وانا 20 جملة. ده احنا نقدر نحضر رسالة ماجستير ودكتوراه. أتمنى لكم التوفيق، ويا رب تبقوا فهمتوا إزاي هنبعد عن كتاب، هنبعد عن حاجة مكتوبة. يعني بلاش نروح الويكيبيديا، بلاش نروح على ملخص مكتوب من كتاب خارجي، أو حتى كتاب للستودنت بوك. خليني أنا أهو كأني رحت الأماكن دي واتعلمت. أتمنى لكم التوفيق. كان معاكم مستر أسامة عزيز، مدرسة عبد العزيز السيد آل سعود الرسمية لغات. وأتمنى كده في انتظار استفساراتكم وأسئلتكم، ونمشي خطوة خطوة عشان نعمل بحث. سلام.